تم دعم هذا النظام بتقنية المعايرة التلقائية مع التربة لتجاهل جميع الأهداف الوهمية بشكل كامل. يستطيع الباحث عن الذهب والمعادن الثمينة تصوير باطن الأرض وتوضيح ما تحتويه التربة على شكل مسح ثلاثي الأبعاد يظهر مباشرة على شاشة الجهاز الرئيسية، مما يمكن من مشاهدة الأهداف المكتشفة في منطقة المسح. ولذلك فإن جهاز جولد ستيب برو ماكس الجديد يعتبر أول كاشف ثلاثي الأبعاد يستطيع إظهار صورة ثلاثية الأبعاد على شاشة الجهاز الرئيسية دون الاستعانة بالكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. يمكن مشاهدة الأهداف المكتشفة على شكل صورة ثلاثية الأبعاد مع إمكانية تحريك الصورة بعدة جوانب مختلفة.